وخيدك هشام. احنا صادقين عاد ما عندك سالفه، ترى الموضوع سخيف اللي زعلان عليه. انا موضوعي سخيف؟ مو يعني مو موضوعك اللي سخيف. انا موضوعي سخيف؟ يعني ايش تبينا نسوي؟ يبقى نطلع بالشوارع ندور على المينون. ايش فيك لبت على ولدي علشان خاطر بنت اختك؟ ليش تبين تحمليني ذم شيء انا مالي شغل فيه؟ ترى لولا الشايب اللي يمك امس قسم بالله كان مت بايدي انت. هذا تصرف واحد مينون ومستهتر ومو محترم. انت ليش ما تحملين وتجيبين ولد؟ وهو عنده ولد. شنو بيفرق معاه يعني اذا جبت ولد؟ مو يما يعني تبيني اشوفها قاعد مع واحده ثانيه واسكت؟ قلت لازم اقولها عشان تحط بالها على بيتها. غلطانه يا هدى. انت كذي سويتي لها مشكله كبيره. هذه منو؟ الشرع بدال يحلل لي واحدة حلل لي أربع. أصلاً أنت مو ريال، أنت فيك نقص. ترى أنت وايد حلو. هتبالغ؟ مو قاعدة أبالغ. ليه قاعد تبالغ طبعاً؟ شنو يعني وايد؟ مو قاعدة أبالغ. الكل قاعد يطالعك عشان كذي أبيش تحجبين. جمان قاعد أكلمك. جمان. ما بتكلم. احترميني قدام الناس لا تفشليني. ما بتكلم معك. وقفي شوي. إيش هم إيش تبي؟ إيش تبي؟ أنا قايلة كل هاللي أنت مسويه هذا ترى شيء الماس وعزيمة وعشاء وقعدة رومانسية، كل هذا عشان تبي تطلع. ما راح أغصبك على شيء. أنا بس كنت قاعد أقول الفكرة. أي أوكي الفكرة، ودام حضرتك ياسي السيد تبي واحدة متحجبة من البداية، ليش ما خذيت لك واحدة متحجبة وريحت عمرك؟ ها؟ إيش حق ما أخذ لك سفور؟ إي والله. أستاذة شا؟ هلا. ملف دار حضرتك. ملف؟ ليش ما حطيتوه على مكتبي؟ حطيه على المكتب احسن. اوكي. وي شنو هذا بخور وريحه شحلاتها؟ بعد مكتب حبيبي وقع بخره. الله ياخذك ان شاء الله. انا ايش قلت لك؟ انا مو قلت لك ما تحبينه؟ بعد صار اللي صار وحبيته. والله صدق. اي قعدت من النوم لقيت نفسي احبه. بعد انت اخوك ينحب، شو اسوي؟ مو بيدي. شي دش قلبي وخلاص حبيته. ما اقدر. هذا اللي طلع وياك صح؟ ايه. واي واي منهاره صح؟ خلاص من مكتبه جولييت تعالي بخري مكتبي. هذا اتفاق يعني. ما تقولي لي ايش فيك جمان؟ خرعتيني. دق علي هدى تعالي بسرعه تعالي. اهدي 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 اهدي. تكفين الحين بتعرفين السالفه. ويلي جيتيني انا ماني ناقصه الصراحه. تخيلي ان هشام فجأة قرر يبيني اتحجب وغصب، يبي يلغي شخصيتي يعني مو من صجه. اوكي انا ما عندي مشكله بس كلش مو بالي الحين داق علي هدى تعالي عشان تقولي لي والله هشام يبيني اتحجب، وين المشكله بالموضوع؟ انا لو فوفو يقول لي اتحجب من الحين اتحجب. رايلك ويخار عليك، وين المشكله؟ ما عندي اي مشكله ان انا اتحجب اذا هو يبيني البس الحجاب وهو مقتنع بهالشيء، مو لان انا قلت له ان في واحد معي بالدوام تحرش فيني ففجاه قرر انه يغار علي ويبي يحجبني غصب. وين قاعدين؟ انت والله سالفه سالفه. ما علي طيعي رايلك، رايلك يحبك يغار عليك، شو المشكله؟ تحجبي. هذه امك ما مسكتش. الو. هلا خالتي. عدنان مريض؟ يلا 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 الحين 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 جايه. لا يا وين الغدا؟ يلا مع السلامه مع السلامه. خلنا نتغدى وروحي لها. عدنان هو مريض؟ شو كان ناقصه امك وحده تبهذلني؟ يلا بعدين بعدين. تفكري بالموضوع اللي قلت لك عنه، عادي تحجبي شو المشكله؟ انا ماني فاهمه ايش هالرفجه هذه، ايش هالرفجه؟ رزان وينك؟ وين؟ اعتقد مو بهالملف هذا. مو وين حطيتها؟ شنو هني؟ اي كاهي. اي هذه هي. خليني اقرا لك اياها. وبذلك نحيطكم علما ان جميع المبالغ المستحقه على شركتكم يرجى سدادها خلال 3 أسابيع من تاريخ الكتاب ودمتم سالمين. أنا من رأيي إن نوجه لهم إنذار عن طريق مكتب المحامي في حال إن ما سددوا خلال 3 أسابيع. إيش رأيك؟ هشام؟ هشام ليش سرحان شوي؟ فيك شيء؟ لا لا ماكو شيء. عبير خلنا نفترض إن أنت مو متحجبة.
وتزوجتي وريلك قالت لازم تتحجبين غصب، ايش راح يكون موقفك؟ والله المرة السنعة اللي تحب ريلها وتبي بيتها اكيد راح تسمع كلامه، لان منو غيره اللي راح يخاف عليها ويغار عليها ويحبها كثرة؟ اكيد يعني انا راح اسمع كلامه، لان اكيد يعني ما حد راح يشوف زينتي ولا يشوف شاري الهوى، فاكيد بسمع كلامه. ماما وين؟ فوق طابن. ماما زين وبابا وين راح؟ برا روم. رو برا. أنا برا. رزان؟ رزان؟ واي رزان ليش نايمة للحين؟ قومي رزان، قومي بكلمك بموضوع. رزان واي رزان رزان قومي عاد، يلا بكلمك بموضوع. شنو هذا؟ السلام عليكم. السلام. هلا يما. ها طمنيني، شلون عاد نام؟ ايش قالك الدكتور؟ عطاني خافض حرارة واشفى، ما يحتاج مضادات. تمام يما، استمري على خافض الحرارة وعطيكي الأربع ساعات، فهمتي؟ إن شاء الله. شفيت كذي قلبه ويج؟ يما خالتي منيرة لا تشوفين ايش سوت فيني يوم خذيت عدنانه، مسخرتني. كل هذا عشان أنا طالعة مع جمان أسمع مشكلة بنتها؟ والله شرها علي. يا يما لا تنسين هذه خالتك وأم ريلك، وبعدين أخاف أنت اللي مجاب لها عدنان، كلها هايته وطالعة مع ريلك، هي اللي مجابلتها وتداري وتباري، حين هذا يزاها؟ يما انتي مو معي في البيت عشان تشوفين خالتي منيرة شو تسوي فيني كل يوم، مناشبتني على ادنات الدون، بفواز، بعدنان، بكل شيء، اي شيء اقوله لازم تقول عكسه، ما ادري ليش كذي تسوي فيني، ما ادري ليش. بس تعاد هذه خالتك ما ارضى عليها. كاهي دقت. يردي عليها؟ لا والله ارد عليها عشان تبهذل عيشتي، لا ماني راده، عقب اللي سويته فيني هاك تردي. الو، هلا منور حبيبتي، هلا. الظالم اللي ما يخاف ربه، هذا شلون يتجرأ يسوي فيك كذي؟ تدرين انا لو اشوفها قدامي الحين لا اكسره من فوق لتحت. بس استغفر الله العظيم، بس اهدي اهدي لا تعورين قلبي عاد. بس انت ما طقني من غير رحمه، طقني كأنك طق عيال، كأن حاقد علي، ما ادري ايش سالفته، ما ادري هذا يكرهني ولا شنو. سمعيني، هذا واحد راخص فيك ومو حاط لك قدر، واذا انتي ما قدرتي روحك ما حد راح يقدرك. الحين تقومين تشيلين اغراضك ونرجع بيت ابونا. وبناتي؟ بناتك حضانتهم لك، ما حد يقدر يقرب صوبهم، وبعدين احنا كلنا راح نوقف معك، ما حد راح يهدك، بس ما يصير تقعدين بهالبيت دقيقه واحده. مو إذا هديت للبيت ومشيت بياخذ هذه اللي اسمها ريتاج ويحطها على راسي هني. بس طقاك خي يتزوجها ولا يسوي فيك كذي، انتي مجنونة؟ شلون ترضين على نفسك؟ المكان اللي تنهان فيه كرامتك ما يستاهل تقعدين فيه دقيقة واحدة، حتى لو كان بيتك. بس أنا ما أقدر أهد البيت وأمشي. ليش ما تقدرين؟ ممكن أفهم؟ ليش؟ جمال أنا حامل. السلام عليكم. أهلاً. ممكن تعزميني على فنجان قهوة ونسولف شوي؟ تفضل. شنو قهوتك؟ وسط.
تفضل. ملفة لحد طلبتها. شكرا. في شخص مصر يقابلك بيقول الموضوع شخصي. يمكن من هذي اللي يبون مساعدة مادية. حول عليه هشام. ما اعتقدش كده طال عمرك. شكله مش باين عليه. وهو برضه مصر يقابل حضر. خليه يدش. حاضر. تفضل. شكرا. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل حياك، تفضل استريح. الله يحييك ويبجيك. شلون أقدر أخدمك يا مال؟ أنا أتمنى نفتح صفحة جديدة. لأن اللي قاعد يصير كلش مو عاجبني. والماضي يا شاهد اللي صار يعني إحنا ما لنا ذنب فيه. شاهد. أبوي ما كبر الشركة وكبر حلاله عشان يصير هذا كله، عشان نتهاوش وعشان نكره بعض. أبوي سوى كل هذا عشان إحنا نكمل مسيرته ونرفع رأسه. بصراحة أنا مصدومة، يعني ما توقعتك تفكر كذي. عشان أنت ما تعرفيني ترى، ولا أنا أعرفك، بس اللي أعرفه إن أنت أختي الوحيدة وأنا أخوك الوحيد، وترى الأخ عزوة وسند وظهر. ايش رايك تصير ربع؟ يعني جاي تخطب بنتي شهد. انت عارف كم عمرك اول شيء؟ انا قبل اي المكتب عندك هنا انا متاكد من رده فعلك انها بتكون كذي. انت هم خذيت موقف، خليت شهد تطلع من شركتي تي عندك الشركة يعني تداوم. أنا أفهم أسبابك والدوافع اللي خلتك تسوي هالشيء. بوشام أنت ريال كبير في العمر وفاهم وعارف وعندك خبرة، يا ما بنات تزوجوا من شباب من نفس جيلهم ما شافوا السعادة الزوجية. بس أنت عارف أن الزواج الناجح مبني على كفاءة. التفاهم أهم الكفاءة. بوشام أنا فاهم شهد وشهد فاهمتني، عارفين حق بعض عدل. أنت عارف وفاهم البنت مرت بظروف صعبة مؤذية، يعني البنية مرت بمراحل وايد صعبة وأنت خبير فيها. أنا مستعد أخلي شهد تعيش حياة كلها شهد وعسل ودلال وعز وسعادة ما وراها سعادة، شرط تعيش فرحة ما فرحت فيها لا بنت لا قبل ولا بعد. لا تستعيل بالرد علي، فكر، خذ راحتك بالتفكير، تالي رد علي. جمان عافيتك فان، لا تقولين حق أحد الله يخليك. على راحتك، ماني قايلة حق أحد، وبعدين هذه حياتك وانتي حرة فيها، أنا ما راح أتدخل بشيء. انت زعلانة مني صح؟ لا انا مو زعلانة منك، انا زعلانة عليك. انت وايد رخصة بروحك ترى. الريال اللي مد ايده عليك وكل يوم متزوج عليك واحدة شكل ما يلزمك. انت وايد كاملة بدونه، ليش كل هالمذلة؟ عشان عيالي. لا مو عشان عيالك، لانك تحبينه. الحب اللي يخلينا نفقد كرامتنا ما يستاهل ان احنا نعيشه ونحافظ عليه. ديري بالك على نفسك بس. السلام عليكم. ها جمال عندنا؟ شلونك؟ شخبارك؟ عمتي شلونها؟ عمي شلونه؟ زمان عنك. هشام وينه؟ ما شفه وياك. العائلة كلهم جيني.
ايش قلت له؟ والله ربط لساني ما شاء. آه قلت له ولا شيء. معني في معني رافض الفكرة تماما كلش. يعني شنو؟ يعني شنو يا بنت الحلال؟ اللي حسيته منه انه هو جاد وهو يبي البنت وحاب انه يكمل حياته معها. لا تشوفينه كذي، انا لما التقيت معاه شخصية هيبة كذي، شخصية قوية ومتزن وعارف شنو يبي، مركز واحترام واخلاق. ما يعني ما حسيت انه وياي يلعب ولا متصابي ولا مراهق. يبي البنت وعارف شنو يبي وقال لي ان انا ابي اكمل حياتي معاه، واضح. بس يا عبد الله فارق العمر بينهم وايد كبير. بس العمر ما له علاقة بنجاح الحياة الزوجية. اي مو مشكلة، بس كل ما تقارب عمر الزوجين كل ما التفاهم يصير اكثر بينهم واحسن. وبعدين لا تنسى الريال راح يكبر والبنية راح تظل شابة، يعني بعد عمر طويل راح يخليها بالدنيا بروحها. يا بنت الحلال قاعد تفاولين على الريال، الاعمار بيد الله. ايش قاعد تقولين؟ الله يهداك. ما تدرين انت يعني من بيموت قبل الثاني، انت عارفة؟ لا كأنك موافق. موافق يا عبد الله تزوج بنتك حق هالريال؟ الظاهر مأثر عليك ومرتاح له وايد. واي منصور انت من صدقك خطفني منه؟ انت ليش سويت كذي؟ ايش اللي سويته غلط انا؟ انا بغيته يعرفني واكسب ثقته. اكيد باكر بيناديني وهو معصب ومضايق. وانت شكو؟ واحد راح خطبك من ابوك، انت شنو ذنبك بالسالفه هذه كلها؟ واي منصور انا كنت بحاول اقنعه بطريقتي، هو مهد للموضوع. طريقتك ما نفعت المره اللي طافت. خليني اجرب طريقتي انا، حطي ثقتك فيني انا. قولي ان شاء الله. قولي ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله نتزوج ونعيش حياة كلها حب وسعادة. الله كريم. سلام. هذا ايش فيها الحين بنفسه؟ انت ايش فيك؟ ما خلصنا من موضوع الحجاب؟ قول حق روحك، انت جاي تقول لي انا؟ قول حق نفسك. انا ما ادري متى تشبع من هالمشاكل، كل شوي سالفه ورا سالفه، سالفه ورا سالفه، مليت. الحين انا ادور مشاكل؟ لا كلش. انا ايش تبي يا هشام؟ ايش تبي؟ انا ما ابي اسولف، مالي خلق اسولف. لا تسولفي، لا تسولفي، انا جايب لك حلو، جايب لك اياه يستاهل بقك. ذوقي وقولي لي ايش رايك؟ هشام انا ما ابي اكل شيء ومالي خلق اكل شيء ومالي خلق اتكلم بولا شيء، خلصنا. انا من سالفه الحجاب وانت وايد غاثني، يعني مو معقوله، مو معقوله. انا كل شيء سويته كل شيء بس 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 ايش فيك؟ ايش فيك الحين قاعد اراضيك؟ انا قاعد ادلعك، جايب لك حلو. ما ابي اكل حلو يا اخي، ما ابي اكل حلو غصب. اكله بروحك. اكله كله بروحي؟ استغفر الله العظيم هشام، ترى كلش مالي خلق. عندك شيء تبي تقعد وانت ساكت؟ اقعد. ما تبي خلاص روح قاعد داخل. عنيدة عنيدة. راسها يابس بعد. راح تعبني معها حيل. دام راح تتعبك حيل، أول راسها قبل لا تعور راسك. شلون يعني؟ قلت لي شلون؟ يعني لازم ما تكلمها بالبيت وتهجرها، وخلها هي اللي تركض وراك. بس ها لازم تكون صبور وقلبك قوي، مو تحن وترجع لها. لمتى احنا كذي؟ يعني بطول الزعل؟
آسف إني مديت إيدي عليك، بس ما قدرت أتحمل الكلام اللي قلتيه. ما أتخيل إيش تتركيني تروحين حق أحد غيري. مجرد ما أفكر بهالشيء أنا راح أموت. أنا أدري إني أناني بهالشيء. أناني وايد. بس لازم تحمليني. إذا تحبيني تحمليني. خلاص رزان. عشان خاطري سامحيني. أنا ولعت عليك وايد. تبي تشوفي شنو جايب لك؟ هذه رضاوتك. قلت ما تحلى الا عليك. واقل من قدرك هذه بعد. انا ما بيدي اجيب لك العالم هذا كله. تكسرين بخاطري. لا تكسرين بخاطري. زين أنا طماع شوية. عادي اطلب طلب. تذكرين اول ما تزوجنا؟ كنت اول ما يجي تسوي المفاجأة. تذكرينها؟ ابيها. أدري أدري، عارف إنه صح كلامك. أنتي سمعيني، ما أبي أنا أدق عليه، ما أبي. واي هدى أنت. كاهو توا جاي. مو عاد أنا ما أبي أدق عليه عشان لا يتعود إنه كل ما يزعل. إيه طبعاً كل ما يزعل بتعود إن أنا اللي أدق عليه وراضي. لا طبعاً ما يصير. زين سمعي سمعي سمعيني أنت الحين، أعطيني شوي وأدق عليك بكون بشوف يعني شو الوضع. يلا باي.
اليوم كلمتني عن شهد حيل استانست. زين؟ تقول ولدها دكتور بالتطبيقي. ايه؟ وكنا عمره 34 35. حلو. يعني زين حق شهد يناسبها. اكيد يناسبها. الفرق مو وايد بينهم. لا لا كلش ما في فرق بيناتهم. فتقول شوفوا يوم وبيون عشان يشوفون البنيه. حياهم الله الساعه المباركه اكيد البيت بيتهم. واحد وين يحصل ريال حق بنته بهالوقت؟ على قولتك. اي والله. كثر ما مستانسة أحس ودي أقوم الحين أروح أكلمها. وين رايحة؟ صبر رقدي شوي شوي. أنتي لازم تمهدين لها وشوي تشوفين رأيها بعدين يمكن البنية ما توافق. كيفها؟ أكو حد يحصل رأي بهالوقت؟ لا ودكتور بعد مدري مهندس ما شي تقولين؟ إيمان البنت اللي بتتزوج ولا أنتي؟ لا هي بس يعني أنا ودي أفرح فيها صراحة ونستيني والله العظيم. إن شاء الله الله يفرح قلبك يا رب الله يفرح. بس لازم تاخذين رأيها وهي اللي بتتزوج. طبعا 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 أكيد. الله يتمم على خير. الله يتمم عليها. يبا شهد أنا سألت عن منصور ما شاء الله الناس كلها تمدحه وتتكلم عنه كلام طيب ويقولوا إنه هو عصامي وبنى نفسه بنفسه والحمد لله أموره المادية زينة ومستقرة وزوجته الأولية ما كمل معاها بسبب إن هي ما تيب عيال عشان كذي انفصلوا وإذا أنت يا يبا كنت تشوفين إن العمر ما يسبب مشكلة بينك وبينه فأنا ما عندي مانع أنا موافق إن أنت تتزوجين منصور. بس يبا بقولك شيء. قولي يبا. ترى أمي مو راضي إني أتزوج منصور. مالك شغل يبا أنا أقنعها. شلون؟ لا تحاتيني يا يبا بطريقتي أنا أعرف شلون أخليها تقتنع. صدقيني راح أعدل بينكم وكل واحدة فيكم ما راح تدري إن أنا عندي مرة. ما أدري يا محمد أنا وايد مترددة أحس الوضع هذا مو أي وحدة تقدر تستحمله. رتوج رتوج حبيبتك أتكبرين السالفة عاد أنتي يا ناس تزوجوا اثنين وثلاث وأربع عاشوا سعداء ما في مشكلة بعدها ما نمسوا شيء غلط وانت إنسانة مثقفة وفاهمة وعارفة اللي أنا بسويه ما يخالف لا شرع ولا قانون ولا دين أنا بأخذك على سنة الله ورسوله بحطك بعيوني أنا لازم أمشي رتاج رتاج اللي بتسوينه هذا راح يخليني أطلق مرتي وأشتت عيالي وانتي ما ترضين أكيد ما أرضى هيا نتزوج أشوفك على خير باي نتزوج الو هلا يما هلا حبيبتي هلا يما هلا الحمد لله شلونكم انتو انت معقولة يعني ما اشوفكم شوفي عاد انتو تحددون يوم في الاسبوع انتو تتغدون عندي زوارة يعني ايه خلاص حبيبتي هلا اشوفك الليلة ها زين حبيبتي يلا سلمي مع السلامة شنو هذه رزان قالت بتيه ولا شنو؟ لا يمه هذه جمان رزان دقيت عليها ما ردت طرشت لها واتساب قالت لي اوكي ايش رايك ندق على امك من زمان وتجمعنا؟ اكيد امي دامتي بتحل القعده كلها اي والله صدقتي هذه اختي حبيبتي هذه عن السيح الا اقول لك خالتي ايش رايك تعزمين خالتي ايمان وشهد بعد؟ وي 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 الله لا يقوله من صدقك انتي؟ وي ما نبيهم دمهم ثقيل اذا يو بتصير القعده رسميه وانا اخذ راحتنا لا 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 ما نبيهم انا بعد اقول كذي وهي هي خلنا ادق على امك اوصيها لا تجي طاري قدام ايمان دقي لازم يلا تفضحنا هذيك لا من نور حرام ازمي ايمان وبنتها بعد ترى مسكينه ما عندها شيء قاعده بهالبيت ومجابله لطوف انا بصراحه تكسر خاطري وايد وبعدين مو حلوه اكذب عليها ليه تطلع وسالتني وين رايحه ايش اقول لها خلاص خلاص أنا راح أقول لها إيه وشهد تمام؟ يلا حبيبتي نشوفكم بالليل بإذن الله
مع السلامة. مع السلامة. يا ريت تحاجي أبوك قول لي يشتري لنا شاليه على قلب الويكند نروح ونستانس ونغير جو أحسن من فرارة المجمعات والمطاعم ملينا. زين كلمي قنعي. أنا أبيك أنت تكلمه بس ساعديني شوي أوكي. أنا بكون وياك لا تحاتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم شلونك؟ هلا يبا استريح استريح. حب الكعبة يا يما. هلا وهشام شلونك يبا؟ بخير عساك بخير. الله يطول بعمرك. ولدك بيكلمك على موضوع. خير يبا. يبا نبي شاليه يعني ناخذ شاليه نغير جو بالويكند بس على البحر يعني. والله خوش فكرة. بعدين أكيد على البحر. في شاليه مو على البحر. ما يتسمى شاليه إذا مو على البحر. زين شوف أنت يعني سأل ربعك شوف هذيل الأكاونتات يعني وشوف لنا يمكن نلقى لنا شاليه حليو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. السلام. هاي بطالعة. إيه بروح أتعشى ويا أمي ورزان اليوم أمي عزمتنا على العشاء بالبيت. إيه ما روحي بس ديري بالك على نفسك. إن شاء الله خالتي تمرون على شيء. سلامة أمرك. يلا مع السلامة. حافظك الرحمن. قولي بجمان. هلا. قولي بقى دام تبي تروحين بيتكم ايش رايك شي وياك ونسويها مفاجاه لامك صدق؟ اي ما صدق والله خلي هذه الساعه المباركه يعني انا ساعتك مباركه متاكده امي اذا شافتك راح تستانس وايد زين دام تستانس عيال انا اسبقك انطرش بالسياره هاي بقى جمال جمال صاير بينك وبين هشام شي يبيني أتحجب سجج وغاصبني بعد بعد خلاص انتي روحي وانا ادفع انت صدق غاصب مرتك على الحجاب يما لا حد يتدخل بيني وبين جمان هذه خصوصياتي خصوصياتك ومن متى احنا بيننا خصوصيات وبعدين انا امك ماني واحدة غريبة وما في ولد يخش على هلا خصوصياته يما خصوصيات هشام تدخل فيها ليه باكر انا وجمان لا حد يدخل بيننا اتمنى تفهمين هالسالفة عاد الله يعافيك يا منيرة على هاللمة الحلوة هذا لو الحلويات كلها قعدوا مع بعض اي والله صح نيرة معاي نيرة قحاتيك أقول الله يعافيك على هاللمة الحلوة الله يسلمكم يا حبيبتي والله عاد شوفوا يا بنات خلونا نتفق أن كل مرة يعني حسب ظروفكم بالشهر مرة بالأسبوع مرة كل مرة يكون عند أحد فينا والله صح يا بيلا اي والله اللي يسلمك واللي يعافيك نبي اليمعة الجاية كل واحدة وريلها معاها وي 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 والله متنكصة حق فوفو هالقعدة لا 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 فالت ما قبلنا أنا طول عمري أحب أخوي وعزة من خذيتي وسميتي فوفو لا تشبدني طين سميني طاقين ولا لا والله ايش حلو النجزي نم غير ريايل ولا ايش رايكم يا بنات تحبون مغتة أصلاً هي تعالي تعالي رزان تعالي لقيت صرتي من حلفي تعالي تعالي خير خير دائما أقول رزان نص الثاني بعد عمري بعد عمري وأنا لحظة يبا خل أقول لها دلعي عمرك وانسي عمرك إذا ما دلعتي روحك ما حد بيدلعك ترى زين أنتوا الحين تحالفتوا خلاص بناتك وين بناتي قاعد يلعبون بالعاب عندنا ناس يبون طاريهم الحين ينطون تكفين قبل فكه منهم اسف اسف حق يا اكيد لان الحين بيخربون العاب عندنا نو وين من زين العاب ولدك الحين كلها بطقه بومية تبين الحكي لا هي تبيني اليوم هي تبيني ترى ايمان هني